فرانسيس ما تكذبش فرانسيس بابا فرانسيس انا فرانسيس ديك كي قال فرانسيس كي ديو سي فرانسيس ولا فرانسيس راح يدي لي كل يوم ما تكذبش ما تكذبش ها شكون مش 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 ها اشكون تبارك الله تبارك الله يضر حرق البارح يضطين يضر يهروني انت قاعده سبحان الله كوسيدا 20 سموس هيا قول لك يا كل سنه كوسيدا 100 كوسيدا 20 بلا كوسيدا 100 كوسيدا 20 سموس تجمعتنا الكل لك صرت استدارة صرت استبابك الجهنمة وات كلام فوق دي كلام اش مش 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 حقا زاري سوس كريم فلوس غير غلبان كانوا تشكيت باش هاد المستو قلت باش سكت كان مشروع قلت كان الزول الذي تون كمتون عبد التاجر على زور امازيغ غسل نزري العرض من فرزيز اللي قال ويسكوز الجوله اللي نسكر على في اطار الدعم لوزاره الثقافه والشباب والرياضه قطاع الثقافه شكو كذا العرض ديال زوار ونسكر تغمس نقضي طراز ريس الحاج بيمكن كد الخميسات نريد غسل الدار البيضاء وكان الحمد لله غساد الى الاقبال داروا قدود الدار البيضاء اللي بدا تا فوكس اللي ديما تسكر الاعمال اللي سيمينوت تربينا قدود غير الدار البيضاء حكايه سكريمي كنت دعايا بدا نختاش كان ميدنا نتمنى الجولات ديك اللي قدام ان شاء الله اللي رايني غير الجنوب ان شاء الله السنه 20 غماس نزنيت السنه 21 غماس نايت ملول تاتيلي العرض يضني السنه 22 غماس الجهادية غد شيرا ورا نتمنى غما ديك اللي قدام تفوق تاك اللي تسلم هاتي ديما الاعمال كريك تسكوت انا تحيال الاعمال الجديد ان شاء الله في اطار تتلايت النخت مزيغت اللي في بدال ما فد استسلك نكني ولا نتسميش نقال فينا نوين ما نقامو ناضيلين اشكو سنين قلت نين عاد وكان نسي انس قوم نووال توسنا نغا الزهري الزهية المشاركة نغمس المسرحية نأفر زريس تقايان دور مختلف انه يعني الراوية د الدور ان الزوجه تقول المسرحيه يقول كاين بهره اللي لقال يعني الاقبال ديال الجمهور انه يعني الجوله تي سناتي تي سنسكر تيلي ان شاء الله تي سكر تغمس من اوروبا هذا في قربي يعني ارغيلاد زرغ الاقبال الجمهور تعجب المسرحيه تفرج نكيس ماشي تي كليتي زوان ولا تي سنات مي يسوس مع بهره المناسبة درتني حتى نيرتي كله إن توكلت نتوكل جديد لنا غير مسرحيات خالد بويشو مخرج مدير فرقة مسرح تفوكت مسرحية أفرزيز حاليا قامت بمجموعة من الجولات داخل المغرب وكذلك ينتظرنا جولة أخرى بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة اللي غادي نقدموا مجموعة من العروض في جنوب المغرب تيزنيت وايت ملول وتشيرة جهادية وبعد ذلك لدينا جولة أخرى ما بين إفريقيا وبالضبط بدكار السنغال وكذلك بالديار الأوروبية عروض كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وتنتمنى أن الجمهور أنه يتمتع مع هذا العمل سعاد تولاروز ممثلة مغربية أمازيغية لغلاد يعني إطار العروض اللي تدعم الوزارة من الشباب الرياضة درنا العرض من أفرزيز جولة داخل الوطن اختنا ربيت لا جولة يضنا خارج الوطن تدعم الوزارة الخارجية أردتني يقدر نغى إعزان إن شاء الله هذه المسرحية راح نتسوسم بهرة بهرة درنا غا إختينا ربي إمارسة بشكان الجنوب كاد غير الشمال درنا غا الجنوب إختينا ربي أردتنا التوفيق يكون الفنانين جديدي حضرنا مولا الجولية تفوكت بشخصها خالد ويشو درستيني الايزنس ويزنس بهرة فمسن المجهود توكس لين تكا يعني اريد تاسيسا مسن رمزقول المزيغ اريكا الحق هذاك الحق الفنان باش اي غمغه من الساحه الفنيه اشكو ارد عني سمك التهميش ماش الحمد لله يختنا ربي يغنقا افوس خفوس رن الكمية التيافوت اللي بهري فولكين تنميرت منون تنميرت بهرة ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.